صرحت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا برتوكان ميديكسا بتقرير عن الأنشطة الجارية حول جمع الأصوات وفرزها وإعلان النتائج، وعن شكاوى الأحزاب السياسية ووكلائها وتقارير المراقبين المحليين، وقالت أنه تم فرز وجمع النتائج من معظم المراكز الانتخابية وهي على طريقها إلى الأقاليم الرئيسية. أديس أبابا لاي يا مرجع كل الأسرامست يا توكاش مكربيتن وطيت هاتك. حالياً فإن الدائرة الانتخابية 15 ومجلس النواب يقومون معاً بجمع نتائج الانتخابات وإعلانها في أديس أبابا. الأقاليم التي أعلنت عن نتائجها بالكامل هي بني شنغول غومز، بامبيسي وأوما كومو، والتي تنتمي للدائرة الانتخابية الخاصة، وكرمك وهوموشا هما تابعان لمجلس النواب التابع للدائرة الخاصة. ولقد تم الإعلان عن النتائج الأخيرة في دائرة ماوكاي وأوبوبو الانتخابية التابعة لمجلس النواب في إقليم غامبيلا. وبما يخص باقي المراكز فهم ما زالوا يفرزون ويجمعون الأصوات، ولقد تم الجمع والإعلان عن النتائج في إقليم عفار الدوائر الانتخابية التالية وهي أواش فانتالي، أفامبو وأبالا. وبالنسبة لإقليم أوروميا فإن الدوائر الانتخابية التالية قد أعلنت عن النتائج الأخيرة وهي بدينو، بوكو، أسكو، بديسا وجيرو. أوروميا سمتا بدينو، بوكو، نا أسكو، بديسا ناجرو صوست من لو يمرجع كلل اندزيهو يمرجعو تيتي أساوك أبتوني تاني اللو. وأوضحت الرئيسة برتوكانو بشأن الملاحظات والشكاوى للمراقبين المحليين أنه سوف يكون هناك آليات لتصحيح بعض القضايا، بما في ذلك إعادة فرز الأصوات على مستوى الدوائر الانتخابية. وتيتون كما دميازاد كبت جيزي لمازدك ويملا لمازدك سوف يكون هناك إعادة النظر في بعض النتائج التي يتم الإعلان عنها، ولن تجري اللجنة الانتخابية إلا التحقيق عن الوثائق والمعلومات وإعلانها للشعب. وصرحت أيضا عن الأخطاء التي شوهدت في يوم التصويت. لمسالي آن بطابي علي يتدبال لك يا دمز مسجع لقد رصدنا في أحد المراكز أنه تم تبديل أوراق التصويت، مما أدى إلى تبادل نصف الأصوات في ذلك المركز، لذا فقد تم حجره وسوف تصدر اللجنة بشأنه قرار حاسم فيما بعد. وإن اتضح لنا أن الأصوات التي أدلي بها في هذا المركز لن تحدث فرقا فبالتأكيد سوف يتم حذفه. وبينت الرئيسة أيضا أن هناك أخطاء نشأت لعدم تركيز الناخبين على شعارات الأحزاب. بلتقلنا أسرارات كانديديت ماكسيم ماغرب تفق دولتي يالا. كان هناك بعض الشكاوي عن عدد المرشحين في حزب الازدهار، والذي اعتقد البعض أنه أكثر من ذلك لتشابه الشعارات بينهم، والذي أدى إلى الإدلاء بالصوت الخاطئ. كما نعلم فإن عملية التصويت عملية تحتاج إلى تركيز وحذر شديد، وعلى كل عموم سوف تجري اللجنة الإجراءات اللازمة جراء هذه الحادثة. تكرتني ميت أيك تكبر كم هون يتنسامي قاتمنو هنا درسنا بيت اندزاو تمساسينا غير عادر جنال. كما صرحت الرئيسة عن الشائعات حول المراكز الانتخابية 10 في مدينة دسي. ودا أسر طابيوش دسي لا يتقينيوت النزهين. اضطرت اللجنة لحجر المراكز الانتخابية 10 في دسي لسبب الشكاوي بعدم الإفراز عن الأصوات الصحيحة والتلاعب بالنتائج، لذا سوف يتم إفراز وجمع الأصوات من جديد. ومن هذه المنصة أود نفي أي إشاعات أخرى عن حجر هذه المراكز. كوارانتاين أدركو لبتشاو أسكمتو تسلنا برا
يا ما هون ترقم تسدد حاسة إن يا مرجالي هون تشلوا المالتنو. وأجمعت الرئيسة أن الشكاوى والأخطاء التي وردت في يوم التصويت يمكن حلها والسيطرة عليها، وأن اللجنة تعمل على تقارير وشكاوى الأحزاب السياسية ووكلائها.